أسترو ليلي. السرطان اللي عملوا دي ديمارش في الفترة اللي اتعدت، اللي دخلوا على مشروع، اللي دخلوا على بروجي، اللي عندهم بروجي عمى، اللي عندهم أي حاجة، ماذا بيك تحاول تحافظ على جانب الإرادة والعزيمة. نعرفوا اللي الأبراج المائية سنسيبل أكثر من اللازم، وعندهم الشك وعندهم التهلويس، اللي يدخلوا في مرحلة الشك ومرحلة التهلويس يخلوا الدنيا كل. ولهذا ماذا بيكم تشوفوا الوضعية كما هي، ما تزيدها حتى شيء من عندك، شوفوا الواقع كما هو بالضبط باش نجم تقدم بطريقتك. عندكم نجاحات، عندكم فلوس، عندكم تقدم ملحوظ، عندكم تعب وإلى إرهاق وإلى ضغوطات في الجانب العملي اللي باش نشوفوا إن شاء الله إن شاء الله المجهود متاعكم في المدة اللي جاية. ولهذا تحرك بطريقتك وإياك والتردد، وأنت زادة حاول ما تسمع كلام حتى حد، امشي برأيك أنت الخاص باش تحمل النتائج إن شاء الله تكون كان نتائج مزيانة بإذن الله. جزء من أنثى السرطان اللي عندها قلق عاطفي وكري خارجة ولم يعد، وكل حكاية هذيك متاع كل يوم، والله وسع بالك شوية، خلي الأيامات الجاية باش توضح برشا حاجات حلوة، حتى لو كانت سلبية معناها تزدر الحكاية مش هي، راك باش تتنقل المرحلة إيجابية. دونك في الحالات الكل فما إيجابيات مهما كانت الصعوبات، المهم أنت أعرف تصرف وأعرف خذ القرارات المزيانة في الوقت المناسب، يعني من غير تسرع.